صباح الخير، بس كان بدي اسالك من تركيا على اليونان كيف؟ عن طريق البحر؟ اي عصرا بحر حاليا. كيف ترتيب الامور؟ من وين نقطه الانطلاق؟ على انطلاق من ازمير تمام على جزيره كيوس، ومن كيوس ساعات الخارطيه لاجنا وهنا سينا الطيران. طيب وقديش بتكلف؟ كلف هلا اول مرحله من تركيا لجزيره 500 دولار تمام، من الجزيره لاجنا بتكلف بحدود 750 يورو، وصلت الى اثينا بالطيران بين 3,500 و4,000 يورو. من تركيا لليونان قديش يعني بدها تقريبا الواحد ينتظر وقت؟ اذا كان البحر تمام ما وده توصل لي نفس اليوم اللي تطلع، يعني ما في انتظار، يعني دائما في رحال ما بتوقف. طيب واذا اضطريت تنام او شيء، في شيء مكان مامن للاقامه؟ طبعا اختي في اوتيل، طبعا في فندق. وقديش تقريبا ليله بالاوتيل؟ يعني 25 تركي. وقديش تقريبا الرحله بالبحر بتاخذ وقت بالبلم؟ ساعه ونص تقريبا. عندك فكره قديش عدد الشخص، مساحه البلم؟ هلا البلم طبعا اختي البلم تفهم تعرف بيجي الاشخاص 35 اقصى حد 40. في حدا بيستقبلهم باليونان؟ طبعا اخي بس وصل على الجزيره في شاب من طرف يونيكا هو بيستقبلهم بياخذهم بيعمل لهم المنامه تمام، وخلال يومين بيكونوا ممشيين. بس وصل لعندنا كمان نفس السيستم، كمان بيكون في شاب ناطر يونيكا بالمينا بيخرجها من الباخره بياخذها كمان وبجهز لها اوراق وبمشيها طيران. طيب هلا وصلنا على اثينا، كيف بدنا نطلع على اوروبا؟ باي جواز سفر؟ جواز سفر حسب الشبه تبعها، يعني شو بنلاقي لها شبه نحن بنمشيها، يعني هو اهم شيء انه تنفذ من الكنترول من اثينا. يعني بتجيب لها انت جواز سفر حقيقي؟ لا مو مزور اخي، شبيه يعني شبيه طبعا. وبتكلف قديش بالضبط؟ بتكلف بين 3,500 و4,000 يورو. وهي يعني حسب شكلها انت بتقدر بقى تلاقي لها جواز ايطالي او اي شيء؟ هذا حكينا بالضبط، حسب الشكل. بتحكي انجليزي شيء؟ بتحكي انجليزي شوي يعني، بس انه بتعكي شوي. خلص اذا بتمشي حالها مو مشكله، المهم انه اهم شيء الشكل اهم من اللغه. يومين بكون مجهز الصوره، هي بس وصلت لعندي لازمير انا دغري ببعث الصور، لاسينا ببعث الصور للجزيره. طيب وهلا هي بازمير لمين رح تدفع المصاري؟ حتى بمكتب تامين. هي في كود بتبعت لك اياه؟ ايه كود، بتبعت لي كود بسحب المصاري. كمان هناك في مكتب ثاني بيعشينا. بتحط المصاري بالمكتب بيوصلها جواز السفر، بعدين بتبعت لك الكود بعد ما توصل. بس نزلت بمطار مثلا المانيا مثلا اذا رحت على بس نزلت بمطار المانيا بتبعت لي الشيء خلص. طيب واذا لقطت بالمطار كنترول بشقوا لها الباسبور وبشقوا لها تكت الطياره بالوقت اللي برا. ولوين بترجع؟ بأرضها على المطار، يعني بيكون الشاب ناطر برا اساسا يعني بيستناها لحتى تطلع من المطار. طيب هلا اذا شقوا لها الباسبور المصاري بتروح عليها؟ لا اختي لا، انت دافعه مصاري لتوصل، شغلات روتينيه بس يعني مو اكثر.